الحالة دي بيتم سحب المبالغ كبيرة جدا من البطاقة بتاعتك. دايما تأكد من الـ URL أو تأكد من العنوان بتاع اللينك، علشان خاطر ممكن في ناس بتلعب في اللينك بحيث ان انت تفتكر مثلا ان هو ماكدونالدز، تفتكر ان هو دي اتش ال، تفتكر ان هو ارامكس او اي شيء ايا كان، بس هم بيبقوا مغيرين حرف بسيط جدا وعاملين نفس التمبلت او نفس الشاشه بتاعت نفس الستايل، نفس الدباجه بتاعت الصفحه. فبتدخل حضرتك وبتدفع وبيتنصب عليك في مبلغ محترم. لما تيجي دايما تسافر الافضل ان انت تاخد معاك الكاش يكون قليل، وتستخدم بطاقه البنك بتاعتك اللي هي الديبت كارد مش الكريدت كارد، اللي هي بتاعت حسابك الجاري او حساب التوفير بتاعك. معامل التحويل او الريت ممكن ما يبقاش كبير قوي، ولكن ده هيكون امن لك دايما. طالما انت هتاكل هتشرب هتشتري حاجه، هم بيقبلوا عادي جدا الديبت كارد بتاعك او بيقبلوا منك الكريدت كارد بتاعك. ما تشيلش معاك كاش كتير وانت مسافر. ما تحاولش تدخل على واي فاي شبكة لاسلكية تكون مجانية، تمام؟ ما تحاولش تفتح حساب البنك بتاعك وانت على الشبكة الغير مؤمنة دي. لو ما تعرفش الشبكة ما تدخلش عليها، عشان في هاكرز بيقدروا ان هم يعملوا تتبع او بيقدروا ياخدوا كل البيانات بتاعتك من على شبكة الواي فاي دي. فده احنا غطينا على قد ما نقدر 3 حاجات مهمين. وهو برضو الرسائل اللي بتجيلك على الموبايل، ساعات بيجيلك رسائل ويقول لك مثلا ان عليك مخالفة لازم تدفعها، المطعم الفلاني عامل اوفر باي 1 جيت 2 كلام من ده. بيهيأ لك ان الموضوع ده جينوان او ان هو صريح وصادق وكل حاجة، ولكن بيكون دايما في حتة كده انت مش هتاخد بالك منها، بتكون فيك او بتكون مزيفة، هتوقعك في كلام انت ما بتحبوش خالص. فأهم 3 حاجات: ما تفتحش اي لينك عن طريق الايميل. في ايميلات دلوقتي بدأت تيجي على الهوت ميل بالاخص وعلى الجيميل برضو، ان اقرأ الايميل ده عشان مهم. وبعد ما بتفتحه بيكون مكتوب احنا هاكرز معينين، او انا اسمي كذا، انا قدرت ان انا ادخل على جهازك وانا هفضحك، والحاجات اللي عندك انا هنشرها، اودع لي بيتكوين على المحفظة الالكترونية بتاعتي دي، ولو ما ردتش عليا في خلال بيحط لك مدة انا هنشر البيانات بتاعتك وهفضحك وهعمل وهعمل وهعمل. طبعا اوعى في يوم من الايام تفكر ان الكلام ده حقيقي. انت مش محتاج ان انت اصلا حد يخش ويبتزك، طالما انت ما دخلتش على حاجة مشبوهة او على لينك مشبوه، بمعنى اصح يكون اللينك ده مش مؤمن، اللي هو بيكون نوت تراستد، انه ما حدش عارف الاي بي بتاعك، فما حدش هيقدر يخش على الجهاز بتاعك. طب في حاجة أبو ياسين، المواقع عشان تعرفها، عشان دي حاجة فنية وممكن تعرفها للناس بس تفهمه، يعني إيه واحد زي حالتي أنا فاهمها وعارفها تمام. إيه معنى كلمة إن الموقع سكيور أو مش سكيور، وإيه موضوع الإس إس إل، يعني لما تلاقي موقع مكتوب عليه من فوق إس إل إس إس إل تمام نقطتين تو باك سلاش اتش بي اتش تي تي بي تمام أو اتش تي تي بي إس، يعني ايه معنى كلمة المواقع، HTTP؟ يعني ايه معنى كلمة المواقع HTTPS او SSL؟ اي حد دلوقتي بيشوفنا من اللابتوب قدام وفاتح اليوتيوب هيقدر ان هو يلاقي ان اللينك بتاع اليوتيوب HTTPS نقطتين سلاش بقى سلاش سلاش. دي معناها انه الموقع ده مؤمن. عايز تتأكد اكتر، في علامة قفل لوك على الشمال، ودي معناها انه لو جيت فتحتها هتلاقي مكتوب ان الكونكشن از سكيور. سكيور يعني في سيرتيفيكيت اللي هي الاس اس ال، او السيرتيفيكيت دي بتكون يعني البيانات بتاعتك كلها محميه، والموقع نفسه متامن ان ما حدش عامل عليه اختراق ان هو يقدر ياخد الاي بي والماك ادرس والبيانات بتاعت الجهاز بتاعتك من عليه. وتقدر من طريقه ان انت تشوف كل حاجة تخص البيج دي، اذا كانت يعني بمعنى اصح هتلاقي عندك about this page برضو هتلاقي معلومات كتيرة مكتوبة عندك.
اوكي. ودي ده الفرق ما بين السكيورد لينك والنون سكيورد لينك اللي هي اتش تي تي بي اس. في مواقع تانية بتكون اتش تي تي بي بس، في مواقع تانية بتكون اتش تي تي بي بس. وصلح لي يا ابو ادم لو انا غلطان في الموضوع ده، ان الاتش تي تي بي بس ده اللي هو بيكون اللي مش اللي هو محفظ، بيكونش سكيور والناس بتشتغل اللي بيكون هو من على بيكون سيرفر نون سكيور. ما بيكونش ايوه سكيور اساسا، غير مؤمن. ايوه مش معناه انه فيك، لا هو بيكون فيك ولكن ما عليهوش رخصة امان انه اي حد يقدر يهاك الصفحة دي وياخد بيانات العملاء من عليه. تخيل مثلا انت دخلت على موقع اتش تي تي بي ومش سكيور، وسجلت بيانات الكريدت كارد، اشتريت حاجة من على الموقع ده وهم استرخصوا ما رضوش يشتروا الشهادة. اللي جاء بعد شهر شهرين ثلاثة حصل هاك على السيستم بتاعهم، على الويب سايت او الموقع بتاعهم، اتاخد من عليه كل بيانات البطاقه واليوزر نيم بتاعك والباسورد بتاعك والكلام ده كله. في الحاله دي بيقدر ان هو يستخدم البيانات دي ضدك، تمام، او ان هو يبدا يستخدم البطاقه بتاعتك. في عندك اصلا جهه متطوره جدا من الهاكرز برضو، هو مش محتاج السي في في اللي هم الثلاث ارقام اللي موجودين في ظهر الكريدت كارد او الديبت كارد. زي ما انت عارف ان انت لما بتروح في اي مكان بتقدر ان انت تستخدم الكارد بتاعك كونتاكتلس، بمعنى اصح انه انا مش محتاج ادخل الكارد في البي او اس ماشين علشان ان انا اقدر اسحب فلوس او ان انا اقدر اشتري. لا، انت بتروح مثلا الماركت او السوبر ماركت او كارفور او اللولو او اي او 7 11 او اي مكان عندهم بي او اس ماشين فيها ان اف سي، بتقرب موبايلك لو انت عندك ابل باي، لو وضح انت يا باشا، عندك وضح جوجل ان اف باي. سي، ايه معنى كلمة ان اف سي وايه الكلام ده عشان بس الناس تفهمه بالراحة ما هو انا عشان بقول اللي هو يعني انا مش فاكر بصراحه ان اف سي انديكيت لايه، بس ممكن اطلعها لك دلوقتي. هي انا بقول لك انه الكارد مش كونتاكتلس لازم بي المعنى او اس ايه يعني حاجة مش لازم المعنى عشان مش كل الناس هتعرف المعنى، يعني يعني ايه اللي بتأمنه في الحسابات بتاعتك؟ ال ان اف سي اللي هي نير فيلد كوميونيكيشن، تمام. انت بتقرب البطاقه بتاعتك او الموبايل بتاعك بالبي او اس ماشين اللي هو اللي هو الكارت اللي الجهاز بيسموه اللي الكارت موجود. الممغنط. اللي بيسموه ايوه كارت الممغنط. تمام. ايوه بس الجديد دلوقتي بقى فيها ال ان اف سي. ال ان اف سي ده تكنولوجي، انت مش محتاج ان انت تدخل البطاقه في فتحه البي او اس ماشين، تمام، اللي هي بطاقه اللي هو ماكينه المشتريات اللي بتكون موجوده في المولات. لا، انت بتقرب موبايلك او بتقرب الكارت، اوتوماتيكلي بيخصم المبلغ من الكريدت كارد او الديبت كارد دايركتلي من حسابك من غير ما تحط سي في في ومن غير ما تحط باسورد. هي دي النقطه اللي بتكلم فيها اللي الهاكر بيحاولوا يعملوها ووريدي نجحوا فيها، وفي هاكرز كتير قوي بيستخدموا نفس الموضوع، ان هو طالما عنده 16 رقم، طالما يعني عنده لو 16 رقم معايا اقوم حاططها على جيب واحد وهو ماشي كده حاطط المحفظه ورا، اقوم حاططها على جيب واحد تقوم تك على طول قطع، عشان في ناس معامله فيديوهات بالكلام ده. بتحصل يا باشا. وفي الوقت محافظ جديدة نزلت بتحميك من الموضوع ده. فعلا الموضوع ده كان منتشر في دولة من الدول في فترة من الفترات، انه اصبح دلوقتي كمان في هاكرز تانيين القطعة الخضراء اللي بتتركب على الاي تي ام وبتحط فيها الكارت عشان تسحب فلوس من الاي تي ام، كانوا بيغيروها. القطعة الخضراء دي مش بيغيروها، بيركبوها فوق القطعة بتاعت الاي تي ام اصلا نفس الشكل بالظبط. فاول ما الكارت ما بيدخل جوه، هو بيدخل فعلا للاي تي ام وبيطلع لك الفلوس فعلا، بس بيعدي على الجهاز اللي حاطينه، تمام، بيقرا بيانات البطاقه كامله وش وظهر، يقدر يعني هو بيعمل لها يقطع سكان. الكارت او يستخدمه اصلا. انا مش محتاج يجي لك او تي بي، فاهم عليا؟ بس طيب الاستاذ ابراهيم، انت جربت الجيكاش؟ هل الجيكاش امان ابو جانا حبيبي؟ أنا بالنسبة لي أمان، يعني ما تعرضت لأي شيء يعني فيه تعاملك